ريسينج يا سيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، ينطلق الشوط الثاني من هذه الأمسية، شوط الخيل العربية الأصيل، إنتاج محلي، المبتدئة، درجة سادسة، مسافة 1900 متر، 9 جياد تنطلق وتتنافس هنا على المضمار الرملي في الريان بارك. 9 جياد تنطلق بانطلاقة مع الجود رقم 1 عزوز لي الشيخ خليفة بن عبد الله بن عبد العزيز بن جاسم الثاني وحامد البسعيدي على الصدارة وعلى المركز الأول. ثانيا محاولة من قبل الجود رقم 6 حرائق لثري كوارتر ريسينج، زهير محسن الآن يخطف الصدارة ويخطف المركز الأول. زهير محسن لاحظ أيضا من الخارج التقدم مع الجود رقم 9 جواد الحجبة لمربط الركابين الدكتور فهد سلمان الهادري، والجواد رقم 9 الحجبة على المركز الثالث ويخطف الصدارة الآن. يبدأ التغيير مع الجود رقم 9 الحجبة لمربط الركابين على المركز الأول وعلى الصدارة. أيضا محاولة من الخارج من قبل الجود رقم 2 عز الجوهر المهندس أحمد خليل التميمي في وضع جيد الآن على المركز الرابع. خامسا أيضا محاولة من الخارج مع الجواد اللي هو رقم 3 كاسر ليجند المهندس محمد علي الشيب وأنس السيابي على خامس المراكز. سادسا تقدم شيئا فشيئا للجواد رقم 4 خميس لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني والبرتو سانا على المركز السادس. أيضا محاولة من وسط الجاد مع المركز السابع للجريان مع اي جي اس مخيفة محمد بن حمد العطية محمد تبتي على المركز السابع. عودة إلى الصدارة وعودة إلى المركز الأول مع ثري كوارتر ريسينج مع حرائق. زهير محسن على الصدارة وعلى المركز الأول. سفيان سعدي يتصدر هذا المشهد. تقدم جميل للجواد رقم 1 عزوز للشيخ خليفة بن عبد الله بن عبد العزيز الثاني وحمد البسعيدي على المركز الثاني، لكن الجواد رقم 6 حرايق في وضعية جيدة. السادة ثري كوارتر ريسينج وزهير محسن على الصدارة وعلى المركز الأول. أيضا محاولة التقدم من قبل الجواد رقم 1 الجواد عزوز للشيخ خليفة بن عبد الله بن جاسم الثاني وحمد البسعيدي على المركز الثاني. الآن يتقدم حرايق على الصدارة وعلى المركز الأول مع زهير محسن. ثري كوارتر ريسينج منافسة قوية الآن بين الجواد حرايق وعزوز الشيخ خليفة بن عبد الله الثاني وثري كوارتر ريسينج. فعلا حرايق لزهير محسن ثري كوارتر إلى الصدارة وإلى المركز الأول. فعلا حرايق لأسد ثري كوارتر ريسينج وسفيان سعدي.